ما هو تفسير رؤية حلم الكاميرا في المنام؟ رؤية الكاميرا في المنام تختلف حسب الحالة، هل تمت رؤية الكاميرا أم الصور أم تمت رؤية التقاط الصور، وتختلف رؤية الكاميرا سواء كانت لابن سيرين أو للنابلسي أو لابن شاهين. من يرى نفسه يحمل الكاميرا فذلك دليل على السعادة والاستقرار، وتدل رؤية الكاميرا على تحقيق الأمنيات والأحلام. تابعوا معنا. تفسير رؤية الكاميرا في منام العزباء. فسر الفقهاء أن رؤية الكاميرا في منام العزباء تنذر بسقم أو مرض، كذلك تدل رؤية الكاميرا والتقاط الصور في منام العزباء على وقوع المصائب والهموم. وقيل عن رؤية الكاميرا في منام البنت العزباء أنها تشير إلى الفرح والسرور، أما إذا رأت الفتاة العزباء أنها تقوم باستخدام الكاميرا في تصوير أجواء سيئة فذلك دليل على التوتر والتفكير في المستقبل والخوف من المجهول. وقد تشير الكاميرا في منام العزباء إلى تحقيق الأحلام والأمنيات. تفسير التقاط صور طبيعية في المنام. التقاط صور طبيعية في المنام تشير إلى خيال الرأي الواسع، كما أنها تدل على وجود الأعمال التي يرغب الرأي بإنهائها. تفسير التقاط الصور الخاصة في المنام. رؤية التقاط الصور الخاصة في المنام تنم على حدوث حدث مفاجئ في حياة الرائي، أما إذا رأى الشخص نفسه يقوم بحرق الصور الخاصة فذلك دليل على الخصام وخاصة بين الأهل. إذا رأى الشخص أنه يتبادل صوره الخاصة مع أحد الأشخاص فذلك دليل على المشاعر السارقة. تفسير التقاط صور السيلفي في المنام. فسر الفقهاء أن رؤية التقاط الصور السيلفي في المنام تشير إلى وجود بعض المشاكل في حياة الرائي، وقد تدل كذلك على الحيرة والتوتر الذي يعاني منه صاحب هذه الرؤية. تفسير رؤية الكاميرا في منام المتزوجة. تشير رؤية الكاميرا في منام السيدة المتزوجة إلى وجود بعض المشاكل والصعوبات في حياتها، وقد تدل رؤية الكاميرا في منام المتزوجة على الاستقرار والسعادة في حياتها الزوجية. تفسير رؤية الكاميرا في منام الحامل. إذا رأت السيدة الحامل أن الكاميرا موجودة في بيتها فذلك دليل على ولادتها اليسيرة والسهلة. إذا رأت السيدة الحامل أن الكاميرا قد تحطمت أو لم تعد تعمل فذلك دليل على وجود مشاكل في حياتها الزوجية. أما عن رؤية المرأة الحامل أنها تقوم بتمزيق الصور في المنام فذلك دليل على قلقها وخوفها الشديد من ألم الولادة. تفسير رؤية الكاميرا في منام الرجل. إذا رأى الرجل الأعزب في منامه أنه يقوم بالتقاط الصور فذلك دليل على الدخول في علاقة جديدة. كذلك تدل هذه الرؤية، وخاصة عندما يرى الرجل أنه يقوم بالتقاط صور لأشخاص مجهولين، دليل على الارتباط. أما عن رؤية التقاط صور السيلفي في المنام فهي تشير إلى النفاق والمشاعر الزائفة. أما إذا رأى الشخص أنه يقوم بتصوير الطبيعة فذلك دليل على كثرة المسؤوليات والمهام التي يرغب الرائي في إنجازها. أما النابلسي فيقول في رأيه أن رؤية الشخص أنه يحمل الكاميرا في المنام تدل على الوصول إلى الأهداف وتحقيق الأحلام، أما إذا رأى الشخص أنه يقوم بتحطيم الكاميرا فذلك دليل على إنهاء علاقة ما في حياته. أما المرأة المتزوجة فتقوم بالتقاط الصور مع زوجها تشير إلى العلاقة المستقرة بينهما.